أخبرنا الله تعالى بحالهم، وشرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية التعامل معهم. لم يخوفنا منه، لكنه بين لنا أنه لا يدان لأحد بقتالهم، لا ينبغي أن نواجههم بسلاح ولا أن ندخل معهم في معركة. هم قوم من بني آدم، قبيلتان عظيمتان، أمتان كبيرتان، تخرجان في آخر الزمان، وجدتا من القديم، وكان لهما إفساد كبير. يقول الله جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. مكنا له في الأرض فهو ملك مؤمن عظيم، وآتيناه أسبابا وطرقا في الأرض يسير فيها داعية إلى الله، معبدا للناس لرب العالمين. جعل يسير في الأرض، وسمي بذي القرنين لأنه بلغ مغرب الشمس وبلغ مغربها، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد من دونهما قوما لا يكادون، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. سمي بذي القرنين لما بلغ مغرب الشمس الذي تغرب الشمس فيه بين قرني شيطان، وبلغ أيضا مشرق الشمس الذي تشرق فيه أيضا بين قرني شيطان. بلغ هذين السدين فإذا قوم لا يكادون يفقهون قولا، لا يفهمون لغة، فاضطر إلى أن يجعل بينه وبينهم مترجمين. قال ابن كثير في تفسيره: جعل بينه وبينهم عشرات المترجمين، بمعنى أنه يتكلم بلغة والمترجم يترجم إلى لغة، ثم الثالث يترجم إلى لغة، حتى استطاع أن يفهم ماذا يريدون. وإذا هؤلاء في الشمال هنا عند أذربيجان في روسيا وعند أرمينيا، وإذا هم ترك بين جبال يشتكون إليه من قبيلتين تؤديهما، هما يأجوج ومأجوج، هما قبيلتان عظيمتان أخذ اسمهما من النار، تقول أججت النار، فهما يأجوج ومأجوج من سرعة انتشارهم وإفسادهم. كانوا يخرجون بين جبلين ويقبلون إلى ما بعدهما، ثم يهلكون الحرث والنسل ويعتدون على أموال الناس وعلى حاجاتهم، فلم يستطع الناس أن يردوهم عن أنفسهم. أقبل إليهم ذو القرنين، قالوا: يا ذو القرنين، هل نجعل لك خرجا، نجعل لك مكافأة، نجعل لك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هؤلاء القوم لا يدان لنا بقتالهم، لا نستطيع أن نحاربهم. الحل هو أن تجعل بيننا وبينهم سدا عظيما فلا يستطيعون الوصول إليه، أما نحن فلا نحتاج إلى أن نذهب إليه، لا نريد بيننا وبينهم أي علاقة. يأجوج ومأجوج ما جاءنا منهم إلا الشر والضنك والقتل والسلب، هل نجعل لك خرجا، نجعل لك من أموالنا ومن متاعنا نعطيك إياه لتجعل بيننا وبين يأجوج ومأجوج سدا عظيما. فإذا ذو القرنين هذا الرجل المؤمن يتعفف عن أمواله: أنتم قوم ضعفاء تستعينون بي في حاجة تكفون بها الأذى عن أنفسكم، وأنا قد آتاني الله مالا وسلاحا وجندا ينبغي أن أسخرها في نصرة الضعيف ومساعدة الفقير ونجدة المظلوم. قال: بعزة المؤمن، ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ما آتاني الله خير
مما تعطوني إياه. أنا غني عن أموالكم، غني عن حاجاتكم، عن بضائعكم، عن طعامكم، ما مكنني فيه ربي خير، لكن أعينوني بقوة. أنا لن أخدمكم هكذا، إنما أنتم ساعدوني، أعينوني بقوة، أجعل بينكم وبينهم ردما. ثم أقبل ذو القرنين بحديد عظيم وجعل يطرح قطع الحديد ما بين الجبلين، ثم قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. آتوه بالنحاس المذاب وجعل يفرغ على هذا الحديد حتى أصبح سدا عظيما بين جبلين، هو قطع من حديد مثبت بعضها إلى بعض بنحاس. ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وبنى هذا السد بين هؤلاء الضعفاء وبين يأجوج ومأجوج. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. إذا جاء الأجل ليخرج يأجوج ومأجوج إلى الناس، جعل الله تعالى هذا السد إن شاء دكا وإن شاء جعله مخروقا يخرجون منه إلى بقية الأرض ليفسدوا فيها أعظم الفساد. قالت زينب رضي الله تعالى عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلي يوما فزعا. قالت: ما بالك يا رسول الله؟ قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق ما بين الإبهام والتي تليها. يأجوج ومأجوج هما قبيلتان عظيمتان. أخبر عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن الله تعالى لما خلق الخلق جعله عشرة أجزاء، فجعل تسعة أجزاء ملائكة وجزءا بقية الخلق، ثم جزأ الله تعالى الملائكة إلى عشرة أجزاء، فجعل تسعة أجزاء المسبحين بحمده المعظمين لقدسه، وجعل جزءا واحدا لرسالاته، ثم جزأ الله تعالى الخلق بقية الخلق، جزأه الله تعالى إلى عشرة أجزاء، فجعل تسعة أجزاء من الجن وجزءا واحدا من الإنس، ثم جزأ الله تعالى جزء الإنس إلى عشرة أجزاء، فجعل تسعة أجزاء من يأجوج ومأجوج وجزءا واحدا فقط من بقية الناس. عددهم عظيم وخطرهم كبير، أين سدهم؟ أين موضعه؟ أين مكانه؟ ما صفاته؟ ما أشكاله؟ أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن الناس يزعمون أن الأرض قد أن الحرب قد وضعت أوزارها، لا حرب بعد اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبوا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القتال والجهاد باق حتى يخرج يأجوج ومأجوج، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هم قوم عراض الوجوه، صغار العيون، صهب الشعار، يعني شعورهم حمراء تميل إلى السواد، وهم صغار العيون وهم عراض الوجوه. فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفا تاما. يخرج يأجوج ومأجوج إلى الناس، وهم في كل يوم يقبلون إلى هذا السد العظيم، ينظرون إليه يتحيرون كيف يستطيعون أن يتجاوزوه إلى ما بعده. فيقبلون في اليوم الأول فيخرقون هذا السد حتى إذا لم يبق إلا شيء يسير، قال بعضهم لبعض:
ارجعوا ثم نأتي من غد فنكمله. فإذا رجعوا من الغد وإذا هو قد عاد كما كان فيبدأون من جديد يخرقون حتى إذا لم يبق إلا موضع يسير. قال بعضهم لبعض: ارجعوا لنأتي من الغد لنكمله. ثم يرجعون من الغد وإذا هو قد عاد كما كان. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أراد الله تعالى خروجهم، إذا أذن الله بذلك، ألهم أحدهم أن يقول: ارجعوا ثم نعود من الغد لنكمله إن شاء الله. قال: فيرجعون وإذا هو على حاله فيكملونه ويخرقونه ثم يخرجون إلى الناس. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أولهم يمر على بحيرة طبرية، وهي بحيرة عظيمة في شمال فلسطين، طولها 23 كيلومتر وعرضها 13 كيلومتر وعمقها في بعض نواحيه أكثر من 40 مترا. يمر بها يأجوج ومأجوج، فيغترف أولهم غرفة ويشرب، ثم يمر الثاني ويغترف غرفة ويشرب، ثم يمر الثالث ويغترف ويشرب. فإذا مر آخرهم نظر إليها وإذا هي قد فني ماؤها، فينظر إلى رطوبة ترابها ويقول: لقد كان هاهنا ماء، لقد كان هاهنا. يعيثون في الأرض فسادا، يقتلون، يسلبون الأموال، يهدمون البيوت على رؤوس أهلها، لا يكاد يسلم منهم أحد إلا من فر من بين أيديهم. بيّن الله تعالى حالهم في القرآن، فقال الله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، اقتربت القيامة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كثرتهم يلتفت الناس يمينا ويسارا فيجدونهم يقبلون من كل موضع. لذا يوحي الله تعالى إلى عيسى عليه السلام وإلى أصحابه وهم يخرجون في وقتهم على كثرة عددهم، يوحي الله إليهم أن لا يدان لأحد بقتالهم. يقول عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: كنا رجوعا مع النبي صلى الله عليه وسلم من سفر، قال فرفع صوته يقرأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فعلمنا أنه يريدنا فاجتمعنا عنده. قال فلما رآهم قد تأشبوا عليه، رأى الصحابة قد اجتمعوا عليه، قال لهم قولا عظيما. اجتمع الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعوه يتلو هاتين الآيتين: إن زلزلة الساعة شيء عظيم،
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تلقي ولدها الرضيع، وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الفزع. أما بقية الناس فترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اجتمع الصحابة إليه فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون متى ذاك؟ إن الله تعالى يقول لآدم: أخرج بعث النار، أخرج من ذريتك من أمتك، أخرج من سوف يدخلون النار. فيقول آدم: كم يا ربي؟ فيقول الله: من كل 999. من كل 999، واحد إلى الجنة و999 إلى النار. فلما سمع الصحابة ذلك فزعوا، فما أوضحوا بضاحكة، كانوا مبتسمين مبتهجين. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من كل 1000 يدخل إلى النار 999 وينجو واحد، قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ أينا ذلك الواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا ما يسركم، فإنكم بين أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج، ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير، مثل الشامة السوداء الصغيرة في جنب البعير. فماذا تساوي هذه الشامة بجانب حجم بقية جلد البعير؟ أنتم قليل بالنسبة إلى بقية الناس. قال: ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة. والرقمة هي وسم يضعه صاحب الإبل في إبله، يقبل بحديدة من نار يحميها ثم يكوي بها برقم معين أو دائرة لأجل أن يعرف إبله. قال: أو كالرقمة في ذراع الدابة. إذن يأجوج ومأجوج يحاسبون يوم القيامة ويحشرون مع الناس، وهم أيضا من ذرية آدم عليه السلام. كيف تكون نهايتهم؟ هل لهم علاقة بعيسى عليه السلام؟ ما خبرهم مع المهدي المنتظر؟ ما هو حالهم في قتال أهل السماء؟ وكيف يفتنون بذلك؟ وهل يتوقف قتالهم على أهل الأرض فقط؟ كلها أسئلة ملحة لا بد أن نتعرف عليها. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، هي علامة من العلامات الكبرى لقيام الساعة. ليست علامة عادية، ليست كتقارب الأسواق، لا، ولا كتنافس الناس في ارتفاع البنيان، لا، ولا كانتشار التجارة، لا، ولا كانتشار القلم أو كثرة الكتب غير القرآن، لا، كلها علامات صغرى، إنها علامة كبرى. من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، اقترب قيام الساعة، اقترب أن ينفخ في الصور، اقترب أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، اقترب أن يفسد العالم الذي تعود الناس عليه. ألا ترى الأشجار كما كنت تراها، ألا ترى البيوت،
كما كنت ترى. واقترب الوعد الحق، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. هم أمتان عظيمتان من إخواننا من بني آدم، لكنهما أمتان كافرتان باغيتان، أذاهما قديم. ليس فقط نبينا صلى الله عليه وسلم الذي حذر منهم، كلا، بل ذكر الله تعالى في القرآن في قصة الملك الصالح ذي القرنين أنه مر على قوم في شمال الكرة الأرضية، في روسيا، في ديار أذربيجان وأرمينيا، مر بهم وإذا يأجوج ومأجوج يخرجون إليهم فيفسدون. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ قال أولئك القوم الضعفاء لذي القرنين: نحن مستعدون أن ندفع لك كل شيء، بما أن لك قوة ومعك عتاد وعندك حرس وجنود، قد آذان يأجوج ومأجوج يا ذا القرنين، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هم يأتون من خلال هذا الوادي، لو جعلنا سدا في هذا الوادي لما استطاعوا أن يصلوا إلينا، لكننا أضعف من أن نبني سدا، لكن عندنا أموال يمكن أن نعطيك أجرة لتبني السد، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. جعل قطع الحديد ثم صب، ثم أشعل فيها النار، ثم صب عليها النحاس، فإذا به سد عظيم من حديد ونحاس. أقبل يأجوج ومأجوج على كثرتهم، وهم تسعة أعشار البشر، أقبلوا لأجل أن يمروا كما يفعلون. قال الله: فما استطاعوا أن يظهروه، ما استطاعوا أن يظهروا من فوق السد، وما استطاعوا له نقبا. فلما رأى ذو القرنين أن يأجوج ومأجوج لم يستطيعوا أن يظهروا فوق السد، لا، ولا أن ينقبوه، فرح بهذه الخدمة التي أداها للناس الضعفاء. قال: هذا السد رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. إذا جاء وعد الله إما بقيام الساعة وإما بخروج يأجوج ومأجوج، جعل الله تعالى هذا السد دكا، وكان وعد ربي حقا لا شك فيه. ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم يأجوج ومأجوج، وذكر فتنتهم، وذكر أنهم يعيثون في الأرض فسادا. هم يخرجون في آخر الزمان، تبدأ أشراط الساعة تسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، وجعل عليه الصلاة والسلام يعده، وقال: إنها لن تقوم، يعني الساعة، حتى تروا قبلها عشر آيات، وذكر الآيات العظمى، ومنها يأجوج ومأجوج. يخرج المهدي، ينزل، يخرج الدجال، ينزل عيسى بن مريم، ثم يقتل الدجال، ثم يبدأ حال
يأجوج ومأجوج. يخرج يأجوج ومأجوج بعدما يقتل عيسى عليه السلام يقتل الدجال، ثم يعيش المسلمون في أمن وأمان وفرح، وقد أمر الله تعالى السماء فأمطرت وأخرجت خيراتها، وأمر الله تعالى الأرض فأنبتت واستوت، ولبث فيهم عيسى بن مريم ما شاء الله، الناس في نعيم دائم بعدما قضوا على الدجال، وبعدما أصبح الناس في خير عظيم. وفجأة يخرق يأجوج ومأجوج سدهم، ثم ينبعثون إلى بقية الناس، فيوحي الله تعالى إلى عيسى عليه السلام يقول: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا قوة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور إلى الجبل. فيسوق عيسى عليه السلام من معه من المؤمنين إلى الجبال، ويقبل يأجوج ومأجوج يعيثون في الأرض فسادا، يقتلون من وجدوا ومن وقفوا عليه، ويحرقون ما رأوا ويسلبون، فلا يدعون مفسدة إلا فعلها، حتى يصلوا إلى الحصن والجبل الذي فيه عيسى عليه السلام وأصحابه، فيظلون محاصرين لهم، ويحصر عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يقل بين أيديهم الطعام. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى يكون رأس الثور لأحدهم، لعيسى أو لأحد أصحابه، هو كمئة دينار لأحدكم اليوم. لو قيل لأحدهم خذ رأس ثور لفرح به كما يفرح أحدكم اليوم، لو قيل له خذ مئة دينار. وكانت الشاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربما بيعت بدينار، فكما يفرح الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة شاة، هو كمثل فرح الذي مع عيسى لو أعطي رأس ثور رأس ليأكل منه. جوع شديد وحاجة شديدة وخوف، وقد اجتمع يأجوج ومأجوج حولهم، فيضع يأجوج ومأجوج بعضهم يضع سهمه في قوسه، ثم يرمي السماء ويرميها بحربة، فيسقط عليه السهم والحربة وهو مدرج بالدماء، فتنة، فيقولون: قد غلبنا أهل الأرض، وها نحن نغلب أهل السماء. ثم يطول الحصار على عيسى عليه السلام وأصحابه، فيرسل فيلجؤون إلى الله تعالى: يا رب يا رب. فيرسل الله تعالى على يأجوج ومأجوج دودة كمثل النغف الذي يدخل في أنوف الدواب فيقتلها، فتبدأ تأكلهم من أعناقهم، وهم بشر، تبدأ تأكلهم من أعناقهم، فيموتون موتة رجل واحد، يصبحون غرثا موتا. وقد كان لهم صوت وصراخ وصياح ورمي بالسهام وتهديد، فإذا بعيسى عليه السلام وأصحابه يجدون أن أصواتهم قد خفت ثم سكنت، فيقول رجل من المسلمين: والله قد قتلهم الله. فيقول له الناس: لا لا، إنما هي خدعة، لا، إنما يريدون قتلنا، لا. يقول: افتحوا الباب. فيقولون: لا.
ثم يطول المقام فلا صوت ولا حس ولا رمي بسهام. فيقول لهم هذا الرجل: افتحوا الباب، لقد قتلهم الله. وينظر من فوق الحصن وإذا هم غرتى موتى. فيقولون: لا، إنما هي خدعة. رعب عظيم دخل في قلوب الناس من يأجوج ومأجوج، وخوف كبير. أقوام يذبحون الناس، ينحرون الأطفال، لا يخافون في ذلك إلا ولا ذمة، لا يرقبون. فيقول هذا الرجل: فأذنوا لي أن أخرج إليهم، افتحوا الباب، أنا سأخرج وقد احتسب نفسه مقتولا. قالوا له: لا والله لا نفتح الباب. قال: فدلوني بحبل. فيعلقون حبلا، ثم يبدأ الرجل ينزل شيئا فشيئا حتى يصل، فيرى يأجوج ومأجوج على كثرتهم قد ملأوا الأرض وهم صرعى وموتى. فيجدهم هذا الرجل غرثى وموتى، فيكبر: الله أكبر، الله أكبر. فإذا سمع الناس من داخل الحصن تكبيره فتحوا الأبواب، وفيهم أطفال ونساء وضعفاء، قد اشتد الأمر عليهم. فيخرجون فيجدونهم غرثى وموتى، وإذا الأرض قد ملأها زهمهم ونتنهم، بشر موتى، قد ملأوا الأرض نتنا. فيلجأ عيسى عليه السلام إلى الله تعالى، فيرسل الله تعالى طيرا عظاما كأمثال البخت كأعناقها، فيحملون هذه الأجساد يلقونها في البحر. ثم يبعث الله تعالى مطرا عظيما فيمطر على الأرض من بقايا دمائهم وأوساخهم التي تركوها، والناس الذين قتلوهم، فيغسل الله بهذا المطر الأرض حتى تكون كالزلقة كالمرآة. ثم يظل الناس سنين يشعلون النار من نشاب يأجوج ومأجوج، من عصي رماحهم وعصي سهامهم وأقواسهم، يشعلون النار منها من كثرتها. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يطرح البركة بعدهم. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى إن الفئام من الناس، المجموعة من الناس، يأكلون الرمانة ثم يستظلون بقحفها. الرمانة عظيمة، فيكسرونها ويأكلون منها، ثم قشرها قحفها يستظلون به من الشمس من عظم حجمه. وإن اللقحة من البقر لتكفي الفئام من الناس، وإن اللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. يطرح الله البركة في طعام الناس، وليس هناك قتال بعد يأجوج ومأجوج، لكن العبادة باقية. يقول عليه الصلاة والسلام: ليحجن البيت بعد يأجوج ومأجوج. أين هم يأجوج ومأجوج؟ هل سد يأجوج ومأجوج هو سور السين العظيم؟ وهو سور طويل جدا، بني في القرن الرابع قبل الميلاد، واستمر بناؤه حتى القرن السابع عشر بعد الميلاد، بمعنى أنه استمر 13 قرناً.
وهو يبنى. طوله 6400 كيلومتر، والقسم الرئيسي منه 3400 كيلومتر. حجمه عند القاعدة في بعض مواضعه 75 مترا، وفي أعلاه يصل في بعض مواضعه إلى 7 أمتار. ليس هو سد ذي القرنين، فإنه مبني من الحجارة والآجر، أما سد ذي القرنين فهو مبني من الحديد والنحاس. أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله قد رأيته. قال: صفه لي. قال: كالبرد المحبر، كالثوب الذي له خطوط، طريقة سوداء وطريقة حمراء. قال: قد رأيته، لكن لم يبين لنا أين موضعه، لكننا نؤمن يقينا أنه موجود وأن يأجوج ومأجوج. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للحصول على جديدنا، وشكراً.